لكن أنا سأقول كلمة لوجه الله تبارك وتعالى، والله العظيم الذي أراه وأحدث به أنه يراد بمصر أمر عظيم جدا، انتبهوا وقولوا قال عدنان الغلبان هذا، يراد لمصر الآن انتبهوا أن تضرب وربما حتى أن تحتل ليحصلوا على الجائزة الكبرى كما يقولون دائما. لم يكفوا يوما في إسرائيل وأمريكا عن قولهم الجائزة الكبرى مصر، انتبهوا، لم يقطعوا طمعهم، لأن كما قال نابليون من يملك مصر يملك العالم، مش بس إيران والصين، حيغير جيوبوليتيك العالم من يملك مصر، ولا يريدون أي واسطة تملكهم صغير من السؤال، لا 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 يريدون هم أن يملكوها. ولذلك الذي أراه وأنا خائف جدا جدا أكثر من خوفي من الجدار الفولاذي هذا، وسنعقبه حرب وذبح في الفلسطينيين في غزة، أكبر من هذا يا أخوان، سنفقد مصر وشعب مصر العظيم كنانة الإسلام. لماذا؟ يراد لمصر الآن، وانتبهوا افهموا المغزى، أن تعزل معنويا ورمزيا عن محيطها العربي والإسلامي.